كلكم مستعدين دلوقتي؟ شايفين السكرين كويس؟ أرجو بس إنكم تقولوا yes or no. بمجرد ما بتعمل عملية تسجيل بيوصلك الإيميل وفيه الباسورد وفي كمان اليو ار ال اللي هو بيعمل لك تحويل على الصفحة الرئيسية للموقع. بتدخل هنا من بالإيميل بتاعك، في عندك خانتين الإيميل والباسورد، بتضغط على لوج إن، هيفتح معانا الصفحة الرئيسية دلوقتي. بنلاقي ترانسكرايبس دي اللي هي الملفات الصوتية وكنترولر وأدمن. بنضغط على ترانسكرايبس بيفتح معانا صفحة، لقينا شمال فوق نلاقي نيو فايلز، طبعا أنا عندي هنا زيرو، وبنلاقي درافتس هي هنا دي الملفات اللي احنا اشتغلنا عليها ولكن لسه ما خلصناهاش، وفي كومبليتد اللي هي الملفات المكتملة. انا هضغط هنا على الدرافتس بيفتح معايا زي ما انتم شايفين كده. دي كومبليتد قلنا الملفات اللي خلصت شغل. فوق على ايدنا اليمين بلاقي خمس خانات، رقم واحد دي انا مش محتاجها هنسيبها، رقم اتنين دي اليوزر جايد اللي هو انا بشرح لكم منه حاليا، نضغط عليه بيظهر كده في صيغة بي دي اف. كتاب استرشادي اللي احنا بنشرح منه في كل المعلومات. الخانة اللي بعدها بختار اللغة اذا كانت انجلش، لغة الملف الصوتي، اللي بعده ده بختار اذا كان في عملية فيدباك او في اي مشكلة ممكن انا ابعت، او استفسار ممكن انا ابعتها. اخر حاجة اللي هي الهوم بيج، الصفحة الرئيسية بتاعتي. هرجع تاني على الدرافتس، الملفات اللي كنا بنشتغل فيها ولكن لم تكتمل، أو ما بضغط عليها تظهر قدامي بالمنظر ده أو بالشكل ده. خليني قبل ما أبدأ بقول لكم إن في نوعين من الفايلز، 16 كيلو هرتز و 8 كيلو هرتز. 16 دي ممكن يكون فيها two speakers or four speakers whatsoever يعني، وال 8 كيلو هرتز دي بيبقى فيها two speakers only أو اتنين بس، وبيبقى عندي two audio files ملفين صوتيين لكل متحدث أو لكل speaker، وهو ده النوعية اللي احنا هنشتغل عليها ال 8 كيلو هرتز.
هنا ده الملف بتاعنا اللي هنشتغل عليه. الاي دي بتاعت الفايل هنا من خلال علامة القلم دي هقدر ان انا اكمل شغل او ابدأ ستارت للشغل الجديد بتاعي. مجرد هنا بيفتح معانا الفايل، فوق خالص بنلاقي الاي دي بتاعت الفايل الصوتي، هنا الصفحة الحالية اللي احنا فيها، هنا طبعا عدد صفحات الفايل، ده المقطع الصوتي. هنا في عندي رقم واحد ده المفروض ان انا بتجاهله خالص مش محتاجينه. احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. بالنسبة لايكون سبيكرز دي انا مش هحتاجها مش هنتكلم عليها لان بتعامل مع 8 كيلو هرتز فايل فده ملهاش اي اهمية او اي استخدام بالنسبة لي. هنا ده الجايد ده اللغة بختار اللغة اللي انا بتعامل معاها. ده الجايد يوزر جايد المفروض ان انا القي عليه نظرة سريعة قبل ما ابدأ شغلي علشان اعرف المعلومات مهمة وده اللي انا هشرح منه النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده. دي صفحة الاختصارات هحتاجها اثناء الشغل. في بعض الاختصارات اللي هي قد تكون غير هامة ممكن ان احنا نعمل عليها هايلايت. زي الانتر انها بتنقل على سيجمنت او شريحة مختلفة. الالت جي بتبدأ التايم. الى اخره ممكن حضراتكم تطلعوا على اليوزر جايد قبل ما تبدأوا تتعاملوا مع الموقع. هنا لو في اي حاجة ممكن انا كومنت عليها. هنا بالظبط كده لو لقيت في اي مشكلة في الصوت مقطع صوتي ممكن اكتب poor quality. لو عندي اي استفسار بضغط هنا بكتب الرسالة اللي انا عايز ابلغها خاصة بالمقطع الصوتي اللي انا بتعامل عليه او بشتغل عليه. ممكن كمان ارفق فايل معين مع الرسالة وبضغط سند ويتم ارسال الرسالة.
كده نكون استعرضنا الايكونز اللي فوق ووظيفة كل واحدة. هنا ده الملف الصوتي اللي بنتعامل معاه. ممكن أعلي الصوت من هنا. ممكن أعمل زوم إن أو زوم أوت. هنا بحدد نوعية الملف الصوتي إذا كان موفي أو تي في شو. بختار النوعية. دي السيجمنتس او القطاعات او الاجزاء الصوتيه اللي بتعامل معاها بترجمها او بفرغها، بعمل عمليه تفريغ.